هذا الوليد مسكين ما كيمشيش. اش غنقول لكم اخوتي معاق من كل شيء، ما كياكل ما كيبرك، انا اللي كنوكلو، انا اللي كنوكلو، انا اللي كنبدلي انا كل شيء. 18 عام وبحالكم مسكين، الا ما كلتو ما ياكل ما درتش ما يبدل. خاصني ليكوش، خاصو شي 10 الباكيت على ليكوش، خاصو الترويض، خاصو الحوايج، خاصو الماكله ديالو، الماكله ديالو خاصه، خاصو ناموسيه ديك كتجمع على شي الناس، فرش عليه حصيره الكواش، خاصو كرسي كروسه، خاصو الحوايج، طبيب ترويض، خاصو شي 4 الحصات في السيمانه. بالنسبه للماكله كندير ليه عم خاد مخاد، وكنفرش شي حاجه على راسو، وكندير ليه بيدي على رجليا باش كيخليني نوكلو، لحقاش هو كيبقى حركي شويه، كيبقى كيتحرك عاد فاش مسكين كنوكلو. هو ملي كنوكلو عرفتي كي اشنو كيبحلني، باش كنوض ظهري دارني، رجلي داريني، والحمد لله كتبغي بحال كامل يعاونك يفرحوك شويه. كنلقى الرقبه في الليل، لان في الليل مسكين كيبقى كيتقلب كيلوح المانطا، انا كنفيق نلقى المانطا محيده، خاصني ندور على الجهه الاخرى، ندور على الجهه الاخرى باش كنغطيه. عاد فاش كنمشي نرجع نعس خاصني ثاني الكل وانا فايقه معاه، نهار كله وانا معذبه معاه، وفي الليل ثاني فايقه معاه، ثاني ملي نفيق تنغطي عاد نمشي نعس، وثاني كنفيق في الليل لقيتو معري كنعاود نغطيه. انا جات لخوتي خواتاتي المغاربه باش يعاونوني، باش يعاونوني عليه، الله يرحم لهم الوالدين. رقم الهاتف نعطيكم خوتي 06 54 01 71 22.